أهلا بكم، جولة جديدة لمراسلي القاهرة الإخبارية، والتي نلقي الضوء خلالها على أبرز الأحداث العالمية مع شبكة مراسلين حول العالم. ينضم إلينا في هذه الجولة مجموعة من مراسلين: هبة التميمي من بغداد، هدير صبري من دبي، بشير جبر من رفح الفلسطينية، أحمد سنجاب من بيروت، وولاء السلامين من رام الله، غيث مناف من أوديسا أوكرانيا، وكذلك دانا أبو شمسية من القدس المحتلة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المراسلين سينضمون تباعا. أفادت السلطات الصحية في غزة باستشهاد 73 فلسطينيا وإصابة 99 آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات 24 الماضية. وفي اليوم 94 للعدوان، نفذ الاحتلال الإسرائيلي أحزمة نارية في مناطق متفرقة بالقطاع، واستهدف طيران الاحتلال ومدفعيته عدة منازل ومباني سكنية وتجمعات في غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات. وأعلنت وسائل أعلام فلسطينية استشهاد 18 في قصف عدد من المنازل غربية دير البلح وسط القطاع، وسقوط 15 شهيداً جراء الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على خان يونس جنوبية غزة. 94 يوماً من استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يضعنا في تفاصيل هذا اليوم مراسل القاهرة الإخبارية بشير جبر. بشير، أهلاً بك. إذن ارتفاع لأعداد الضحايا، ضعنا في تفاصيل اليوم بشير. تحية لك رعد. يعني ما يحدث في قطاع غزة والتطورات الميدانية هي في تصاعد مستمر، حيث القصف الإسرائيلي لم يتوقف عن كافة محافظات قطاع غزة. آخر هذا العدوان الإسرائيلي استهدف محافظة رفح، هذه المحافظة التي يدعي الاحتلال الإسرائيلي بأنها منطقة آمنة يطلب من الفلسطينيين بالنزوح إليها. هذا العدوان استهدف سيارة مدنية كانت تسير في المنطقة الغربية لمحافظة رفح، مما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وأكثر من 10 إصابات ممن كانوا يسيرون في الشارع الرئيسي عندما تعرضت هذه السيارة للقصف الإسرائيلي. يعني 3 شهداء ارتقوا وكانت جثثهم متفحمة للغاية ممن كانوا يستقلون هذه السيارة المدنية في المنطقة الغربية لمحافظة رفح. أيضا المنطقة خان يونس وهي ثاني المحافظات الجنوبية والتي لا زالت تتعرض لعدوان إسرائيلي ويعني توغل من الآليات العسكرية الإسرائيلية في عدد من المحاور في هذه المحافظة، لا زالت هذه المحافظة تشهد قصفا إسرائيليا عنيفا، بالإضافة إلى القذائف التي تطلقها هذه الآليات المتوغلة باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم. آخر هذه الغارات استهدفت مدرسة تأوي عددا من النازحين الفلسطينيين. هذه المدرسة الآن يناشد من بها من نازحون بضرورة العمل لإخلائهم وهم في ظل استهداف متواصل من رصاص الاحتلال الإسرائيلي، حيث أوقع 5 شهداء على الأقل في داخل هذه المدرسة، بالإضافة إلى عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في داخل هذه المدرسة. أيضا إذا ما انتقلنا بالحديث عن المحافظة الوسطى والتي لا زالت تتعرض هي الأخرى لقصف من المدفعية الإسرائيلية في عدد من مخيماتها وأحيائها، مخيم النصيرات ومخيم البريج والمغازي وكذلك مخيم الزوايد، وهذه المخيمات لا زالت تتعرض إلى قصف مدفعي عنيف في عدد من المناطق مستهدفا أحياء ومنازل المواطنين، بالإضافة إلى الاستهداف من الطائرات الحربية الإسرائيلية لبلدة دير البلح في المحافظة الوسطى. نحن نتحدث عن المحافظة الوسطى وارتقاء ما يزيد عن 90 شهيدا منذ ساعات الليل وحتى هذه اللحظة في هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 94 على التوالي.
المنطقة الشمالية لوادي غزة، مدينة غزة والشمال هي الأخرى تتعرض إلى غارات عنيفة من الطيران الحربي الإسرائيلي. كان هناك غارة استهدفت محيط مستشفى الشفاء وتسببت باستشهاد مواطن فيما أصيب مجمع الشفاء وتحديدا قسم الولادة في هذا المجمع الطبي بأضرار يعني بالغة، والطائر للزجاج في هذا المبنى جراء هذا القصف الإسرائيلي العنيف في محيط هذا المستشفى. لا سيما إلى جانب هذا القصف الإسرائيلي من الجو هناك المدفعية الإسرائيلية التي لم تتوقف عن إطلاق قذائفها على طول الشريط الحدودي الشرقي لقطاع غزة بدءا من هذه المحافظة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة حتى بيت حانون شمالا في أقصى الشمال منطقة رفح المنطقة الشرقية لرفح، كذلك المنطقة الشرقية لمحافظة خان يونس والمنطقة الشرقية للوسطى التي تضم مخيم المغازي والبريج تتعرض بشكل كثيف من المدفعية الإسرائيلية والتي تتساقط بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين. أيضا الحديث عن المنطقة الغربية حيث البوارج العسكرية الإسرائيلية التي تجوب قبالة شواطئ القطاع وتقوم بإطلاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه الشريط الساحلي، تركزت في المنطقة الغربية لبلدة دير البلح في المحافظة الوسطى والمنطقة الغربية لمحافظة خان يونس. يعني الأوضاع الإنسانية هنا أيضا أوضاع إنسانية سيئة للغاية، ونحن نتحدث عن نزوح ما يزيد عن 1,500,000 مواطن من محافظات غزة والشمال باتجاه منطقة رفح المنطقة الجنوبية لقطاع غزة يعيشون أوضاعا مأساوية للغاية. نعم بشير قبر، نتمنى من الله السلامة ونرجو الله السلامة لكم ولكل أهالي في غزة التي لا تشهد ساعة من هناء في هذه الأيام. شكرا لك بشير قبر مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية على هذه الرسالة، ونكرر سلامة أو تمني والرجاء من الله السلامة لكم. شكرا لك. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عزون الشرقية قلقلية بالضفة الغربية، وقامت قوات الاحتلال بتسيير آليات في عدة أحياء، وفجرت قوات الاحتلال منزلا وداهمت عددا آخر واعتقلت شابا بعد إطلاق النار عشوائيا على منزله. الاقتحامات متواصلة في الضفة الغربية وهذه المناطق التي لم تشهد راحة منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، بل من قبل هذا التاريخ، ولكن تزايدت تلك العمليات، عمليات الاعتقال والقتل وكذلك المداهمات. ولا السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله تضعنا في صورة المشهد في الضفة الغربية. ولا أهلا بك، يعني ما قصة إعادة سيناريوهات تفجير المنازل؟ وكنا نستمع أو نسمع بهذه السيناريوهات للأسرى أو المحتجزين بعد احتجازهم يقوم الاحتلال بتفجير منازلهم، حتى المحررين منهم يقوم الاحتلال بتفجير منازلهم. الآن كانت هذه الحوادث تحدث قبل 7 أكتوبر بشكل تقريبا متواصل، وهمدت قليلا ثم عادت الآن، فما هي قصة تفجير المنازل التي تتم الآن في الضفة الغربية، وماذا يؤشر ذلك لدى المراقب الفلسطيني ولدى الشارع الفلسطيني عموما؟ نعم أهلا بكم. بطبيعة الحال عندما نتحدث عن الاختلاف ما قبل 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر، كانت المنازل التي تهدم وتفجر إما لأغراض عسكرية أو حتى في مناطق جيم بنيت دون ترخيص حسب ادعاء سلطات الاحتلال. الآن نتحدث، وأيضا هناك هدم كان لبعض من ينفذون عمليات فدائية باتجاه الحواجز العسكرية وفي الداخل المحتل. الآن أصبح الوضع مختلف منذ 7 أكتوبر ولغاية الآن، والآن نتحدث عن اقتحامات بشكل كثيف وعشوائي واعتقالات بالجملة
جملة للفلسطينيين، نتحدث أيضا عن هدم وتجريف للبنية التحتية. ما حصل في بلدة عزون هو يعني الأول من نوعه منذ 7 أكتوبر، حيث قامت قوات الاحتلال بتفجير منزل وأيضا اعتقال بعض الفلسطينيين من بلدة عزون، وتفجير أيضا مخزن يعود لأحد المعتقلين الذين اعتقلتهم من هذه البلدة. هذا هو المختلف، ولربما الأمور أخذ بالتصعيد بهدم البيوت، بهدم المنازل وتفجيرها من قبل قوات الاحتلال. أيضا نتحدث عن يعني هيئة شؤون الأسرى والمحررين وأيضا نادي الأسير، قال أن منحنى الاعتقالات هو بشكل تصاعدي منذ بداية عام 2024 ولغاية الآن. نتحدث نحن في بداية هذا العام تم اعتقال 230 معتقل، وتزداد وتيرة الاعتقالات بفعل أن قوات الاحتلال تقتحم البلدات والمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية منذ 7 أكتوبر ولغاية الآن. نتحدث عن 5730 مواطنا فلسطينيا على الأقل تم اعتقالهم منذ منتصف أيضا الليلة الماضية وفجر هذا اليوم، 40 فلسطيني على الأقل منذ بداية يعني منتصف الليلة الماضية وفجر هذا اليوم من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، لا سيما أيضا منطقة ومدينة رام الله والبيرة شهدت اقتحام بشكل كبير برفقتها، وترافق هذه الآليات العسكرية كانت ترافقها وحدة اليمام، اعتقلت 3 فلسطينيين، 2 منهم أطباء والثالث هو ممرض. إذن الاعتقالات ليست تستهدف فقط القياديين في حركة الجهاد الإسلامي وحماس وفتح والجبهة الشعبية، الآن تتمثل أيضا أطباء يتم اعتقالهم والخلفية وأيضا اللوائح والمسوغات التي تتهمها سلطات الاحتلال لهؤلاء الفلسطينيين هي مسوغات تحت بند الاعتقال الإداري، حيث لا يستطيع أيضا المحامي وهو يعني الوحيد الذي يمكن الاطلاع على لوائح الاتهام بالصفة القانونية، لا توجد هناك أي لائحة اتهام أو أي مسوغ لاعتقال هؤلاء الفلسطينيين، سوى أنهم كتبوا ربما منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، البحث على الهواتف الذكية، على الحواجز العسكرية المتنقلة وأيضا المتمركزة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، والاقتحامات التي باتت بشكل مستمر وكبير لأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة يعني الغربية. ولا يبدو أن الاحتلال لو بيده أن يعتقل الحجر لاعتقل الحجر في ظل هذه الظروف، وفي ظل كما يرى المراقبون الهيجان العقلي والخوف الذي يسري في جسد الاحتلال بعد 7 أكتوبر. شكرا ولاء سلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله على هذه التفاصيل. نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الدفاع يواف جالانت قوله إن إسرائيل تحارب محورا وليس عدوا منفردا حسب قوله، وأشار إلى أن 7 أكتوبر كان الأكثر دموية في تاريخ اليهود منذ عام 1954، وقال إن حجم وشدة الهجوم من قبل الفصائل الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر هز بشدة إحساس الإسرائيليين بالأمن وغير بشكل عميق الطريقة التي ينظرون بها إلى العالم من حولهم. وهذا ما نتحدث عنه، وتحدث المراقبون عن الهستيريا كما وصفت داخل إسرائيل. تفاصيل أكثر عن هذه التصريحات وغيرها من القدس المحتلة ومراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. دانا أهلا بك. إذن حديث اليوم جالانت يوف جالانت وقوله بأن 7 أكتوبر هو الأكثر دموية في تاريخ اليهود منذ 1954، ماذا يؤشر هذا التاريخ، ولماذا اختار رقم 54 سنة 1954 لتوصيف أنه الأكثر دموية بتاريخ اليهود؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى، كيف تلقف الشارع الإسرائيلي أو الفلسطيني في الداخل المحتل هذه التصريحات، وكيف وصفها المراقبون وانعكاساتها على الحرب الجارية الآن على قطاع غزة؟
نعم رعد، هذه التصريحات كان قد أدلى فيها وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت إلى وول ستريت جورنال، واللافت في هذه التصريحات بأنها مكررة لما ذكره يوآف جالانت نفسه يوم أمس، ونتنياهو أيضا عندما تحدثوا عن الجبهة الشمالية المتمثلة في الحرب مع حزب الله. واللافت في هذه التصريحات جميعها وخاصة بعد اغتيال العروري، أصبحت كلها هذه التصريحات تبدأ في الحدود الشمالية وليست في قطاع غزة، كما عادة ما تستهل الجلسات الحكومية أولى التصريحات السياسية بالحديث عن قطاع غزة، ولكن بعد ذلك يتم الربط ما يحدث في الحدود الشمالية بما يحدث في قطاع غزة وتهديد حزب الله، كما تهدد حماس في الحدود الجنوبية. هذه التصريحات قالها جالانت وتحدث بأن إسرائيل غير معنية في الذهاب إلى الحرب مع حزب الله، ولكن يجب أن يتمكن 80,000 مستوطن على حد تعبيره من العودة إلى منازلهم في الحدود الشمالية، وبأنه إذا عجزت للحكومة الإسرائيلية والجهود الدبلوماسية في التوصل إلى اتفاق وحل دبلوماسي، فإن العمل العسكري الإسرائيلي لن يتوقف على جنوب لبنان حتى تتمكن إسرائيل من إعادة مستوطنيها وبأن يشعروا بالأمن والأمان وخاصة في الحدود الشمالية. كان هنالك تهديد ووعيد لحزب الله متمثل بأن حزب الله يرى ما يحدث في قطاع غزة ويستطيع ويعلم بأننا نستطيع نسخ ولصق ما يحدث في قطاع غزة إلى بيروت حتى، وكانت بيروت هي من أكثر المصطلحات التي هدد فيها يوآف جالانت حزب الله بأن تكون مصير بيروت كما هو مصير قطاع غزة هناك، وقال بأن العمليات العسكرية مستمرة وبأنه لا يواجه حزب واحد أو فصيل واحد أو حربا واحدا، بل يهاجم محورا، ويقصد بذلك نعم. أن هنالك جبهات فتحت عليه سواء في غزة في الحدود الجنوبية في الحدود الشمالية مع حزب الله، وأن إيران تقوم ببناء قواعد عسكرية حول إسرائيل لتهددها بذلك. كان هنالك رسائل إلى أعداء إسرائيل على حد نعم. تعبيره، وهو أن كل هذه الأعمال تشير أنه إذا حاول أحد دنا يبدو أن هذه التصريحات لم تتوقف عند التصريح فقط، وربما ما حدث اليوم من استهداف لقياديين في حزب الله في الشمال ربما هي خير دليل على هذه التصريحات. دانا أبو شمسية، أنا أشكرك حتى الساعة على هذه التفاصيل لما يحدث في القدس المحتلة وفي الداخل الإسرائيلي وكذلك في الأراضي المحتلة. شكرا جزيلا لك دانا أبو شمسية من القدس المحتلة، شكرا لك. أفادت وسائل إعلام بمقتل مسؤول عسكري بارز في حزب الله بقصف إسرائيلي استهدفه في جنوب لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف بالقنابل الفسفورية أطراف بلدة الخيام وبلدتي مروحين والظهيرة جنوبية لبنان. من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف مجمع عسكري ومنصة لإطلاق الصواريخ وبنى تحتية في قرى مروحين وعيت الشعب جنوبية لبنان. إذن ليست التصريحات فقط من الجانب الإسرائيلي بأن الحرب قد تتسع ولا يواجهون عدوا كما يقولون، بل يواجهون محورا، لا يواجهون عدوا واحدا بل محور، وبالتالي ما يحدث الآن وحدث في الجنوب اللبناني تفاصيل هذا الحدث واغتيال القياديين في حزب الله في جنوب لبنان مع أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. معنا أحمد، أهلا بك. إذن الأمور تتطور، الاستهداف الآن بدأ نوعيا كما يرى بعض المراقبين، ليس قصفا على منازل أو مناطق إطلاق صواريخ بل على قياديين في حزب الله. ضعنا في التفاصيل التي وردت إليك حتى الساعة أحمد. نعم، تحياتي لك في البداية. بالفعل كما ذكرت يبدو أن الأمور تتطور في الجنوب اللبناني، إذ يسير جيش الاحتلال الإسرائيلي على محورين رئيسيين. ربما المحور الأول هو استهداف كافة المناطق الحدودية مع إسرائيل، كافة الحدود المناطق الحدودية مع في الجنوب اللبناني مع إسرائيل مرارا وتكرارا من القنابل الفسفورية وبكافة الأسلحة كما يتم على مدار الأسابيع الماضية، إضافة إلى التطور النوعي وهو عمليات الاستهدافات المباشرة والموجهة
وعمليات الاغتيالات في الجنوب اللبناني. في 11 إلى بضعة دقائق اليوم كانت سيارة تسير في إحدى بلدات منطقة بنت جبيل التي تقع في القطاع الأوسط من الحدود الجنوبية اللبنانية، وأثناء سير هذه السيارة تم استهدافها بصاروخ من مسيرة إسرائيلية، أدى ذلك إلى انحراف هذه السيارة عن مسارها واحتراقها. ثم تبين فيما بعد أن في هذه السيارة مسؤول عسكري رفيع المستوى تابع لحزب الله في هذه المنطقة، منطقة بنت جبيل التي تعد من المراكز الرئيسية والمناطق الرئيسية التي يتمركز فيها حزب الله. يأتي ذلك بالتزامن أيضا مع استهدافات مباشرة لعدد من المناطق، من بينها منشأة تجارية مغلقة في قرية أو في منطقة مرجعيون التي تقع في القطاع الشرقي من الحدود اللبنانية الجنوبية، كما أيضا هناك العديد من الاستهدافات في منطقة القطاع الأوسط من الحدود الجنوبية اللبنانية، وتحديدا منطقة عيت الشعب وعيترون، إضافة إلى الاستهدافات بالقذائف المدفعية في القطاع الغربي من الحدود اللبنانية الجنوبية، وتحديدا في منطقة الناقورة وأطرافها. كل هذه الأمور تأتي بشكل متزامن في تصعيد مباشر وأيضا تطور نوعي في العمليات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. في المقابل أعلن حزب الله اليوم تنفيذ عمليتين من الأراضي اللبنانية باتجاه أهداف إسرائيلية، ربما أبرزها وآخرها كانت العملية التي نفذت في منطقة مزارع شبعة، والتي أوقعت وفقا لبيان لحزب الله إصابات مباشرة في هذه المنطقة التي تم استهدافها. وأيضا شهد وفقا لروايات الحزب هناك سيارات إسعاف أو جهود من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لتقديم إسعافات لمن تم استهدافهم في هذه المنطقة الحدودية. طيب أحمد، يعني أولا السؤال، هل تم الإفصاح عن اسم القيادي الذي تم اغتياله اليوم من قبل طائرة مسيرة إسرائيلية؟ هذا من جانب. من جانب آخر، مطالبات إسرائيل دائما بإخلاء هذه المناطق إن كان من الساكنين أو حتى وجعلها حزاما أمنيا إن كان من الساكنين أو من أفراد حزب الله أو القيادات أو حتى من الجيش اللبناني، فيما يقابل ذلك مطالب لبنانية بالرجوع إلى القرار 1701 الذي يدعو فيه، وكان مقاتل اليوم يتحدث عن دعوة إسرائيل لتنفيذ القرار بالانسحاب من الأراضي المحتلة، التي تطالب أصلا إسرائيل بتنفيذ هذا القرار أيضا. كيف يستقبل الشارع إذن؟ هل تم الإفصاح عن اسم القيادي؟ وكيف يستقبل الشارع اللبناني هذه المطالبات بجعل هذه المناطق اللبنانية خالية من السكان اللبنانيين؟ نعم، فيما يتعلق بالجزء الأول من السؤال، فحزب الله لم يعلن حتى الآن ولم يفصح حتى الآن عن اسم المسؤول العسكري الذي تم استهدافه أو اغتياله في هذه المنطقة، منطقة بنت جبيل في الجنوب اللبناني. ربما بعد قليل سيعلن الحزب عن هذا الأمر. فيما يتعلق بالشق الآخر، فهناك كانت هناك آمال كبيرة لدى الشارع اللبناني معلقة بإمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي ينهي الأزمة في الجنوب والتطبيق الكامل للقرار 1701 الذي يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة البلدات اللبنانية المحتلة في مقابل منطقة أو إخلاء منطقة الجنوب اللبناني وجنوب نهر الليطاني من الفصائل المسلحة ومن السلاح، بحيث يكون السلاح أسرا في يد الجيش اللبناني وتعاونه قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل. ولكن يبدو أننا إسرائيل استبقت هذه الجهود واستبقت هذه المفاوضات المستمرة على مدار الأسابيع الماضية بتصعيد عسكري كبير، استهدفت في العديد من المناطق ونفذت العديد من عمليات الاغتيال التي تجعل هناك نوع وكأنه صقر مع عدد كبير من الأهالي ومن التنظيمات والحركات في الجنوب اللبناني، بما يصعب ويعرقل إمكانية التوصل إلى حلول سلمية في الجنوب اللبناني. ربما هذا الأمر يثير قلق أكبر في الشارع اللبناني مما يمكن أن يصل إليه التصعيد خلال المرحلة المقبلة. نعم، محمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، أرجو من الله السلامة لك ولكل الأهالي في بيروت وفي لبنان عموما من هذا التصعيد الذي لا يحصد أو لا يترك إلا الدمار. شكرا جزيلا لك أحمد. التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد في أبو ظبي في إطار جولته الحالية بالمنطقة لمناقشة الحرب على غزة. وقال بلينكين إن مباحثاتهما تركزت على مناقشة الجهود المبذولة لمنع اتساع نطاق الصراع في المنطقة وتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة. وأشار بلينكين إلى أنهما أكدا التزام الولايات المتحدة والإمارات المستمر بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
إذن في ظل زيارة بلينكين رئيس وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة ومحاولة لملمة هذا الصراع المندلع وهذه الحرب والعدوان على غزة وعدم اتساعها، حزب الله أو يستهدف حزب الله في الشمال واستهدافات أخرى، وهنالك محاولة للدفع كما يقول المراقبون للأزمة إلى الخارج. لنرى هدير صبري مراسلة القاهرة الإخبارية من دبي، ما هي التفاصيل لديها حول زيارة بلينكين إلى الإمارات؟ هدير أهلا بك في هذه الجولة. إذن هذا التأكيد لبلينكين لالتزام دولته بإقامة دولة مستقلة والدفع بعجلة السلام، ما هي التفاصيل الأخرى لديك؟ وهل جرى التطرق إلى عمليات الاستهداف التي تقوم بها إسرائيل على الشمال على الجنوب اللبناني أو اتساع رقعة الصراع؟ مرحبا بك رعد، مرحبا بالسادة المشاهدين. بالفعل رعد، كما ذكرت هناك استنكار دائم لدولة الإمارات على ما يجري في الأراضي الفلسطينية وأيضا ما يحدث في الشمال أو الجنوب اللبناني. فبالتأكيد رعد، يعني كان هناك حوار مطول مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأيضا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وتحدث خلال هذا اللقاء عن تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة وأن ما يجري في غزة أو حتى في لبنان هو يؤثر بالسلب ويؤثر بالخطر على كل الرقعة العربية وأيضا طبعا الإمارات واحدة منهم. طبعا كان هناك تجديد من قبل القيادة الإماراتية اليوم على وقف إطلاق النار ووقف التصعيد الفوري الذي يحدث داخل الأراضي في فلسطين، وكان هناك طبعا في استقبال أنتوني بلينكين وزير الخارجية الإماراتي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وعدد من القيادات الأمنية والدبلوماسية والسياسية. الجميع أكد على أن وقف إطلاق النار هو أمر لا يوجد جدال فيه. هناك مناداة منذ 3 أشهر منذ بدء العملية العسكرية البرية وأيضا العملية العسكرية داخل غزة بتهجير أيضا الفلسطينيين وأيضا مقتل حوالي 22,000 مواطن من غزة من بينهم النساء والأطفال. فبالتأكيد طبعا كان هناك حالة استنكار شديدة جدا، وهناك أيضا رفض لما يحدث في غزة، وأيضا كان هناك حديث عن يعني طبعا الضغط على الجانب الإسرائيلي بطبعا وقف إطلاق النار، وهذا ما أكده أنتوني بلينكين في مؤتمر صحفي بالأمس قبل انطلاقه إلى محطة دولة الإمارات. وهو أكد فيه أنه سوف يتباحث مع الجانب الإسرائيلي هذا الأسبوع عند زيارته لإسرائيل. هدير يبدو أن هذه الجولة مع مع تكرارها، ومع ذلك يرى الكثير من المراقبين أنها لم تؤتي حتى الآن أكلها. على كل حال ننتظر معكم هدير ومع المتابعين والمراقبين هذه الجولة وكيف يمكن أن تختتم أيامها. هدير صبري مراسلة القاهرة الإخبارية من دبي، وافر الشكر لك على هذه الرسالة من هناك. وبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين جولته في الشرق الأوسط من اسطنبول بالاجتماع بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. تهدف جولة وزير الخارجية الأمريكي التي تستغرق أسبوعا إلى تهدئة التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر. هذه الزيارة وتفاصيلها يطلعنا عليها مراسل القاهرة الإخبارية رامي جبر من واشنطن، والتصريحات التي أدلاها بلينكين في المنطقة وكيف يمكن أن تؤول إليها الأمور. إليك رامي. تتواصل جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في منطقة الشرق الأوسط، أنهى بالفعل عدة محطات، وهو الآن ربما يمكن أن نسمي هذه المرحلة من محطات هذه الزيارة مرحلة المحطات الخليجية، والتي بدأها من قطر. أنهى جولته في تركيا ثم اليونان ثم الأردن
وتوقف في قطر، وأيضا ستشمل أو الجزء الخليجي من هذه الجولة سيشمل كذلك الإمارات والسعودية. كان في الحقيقة على مدار هذه الزيارة كان هناك تصريحات مهمة جدا لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين نتيجة الملفين اللذين يحملهما معه، وهو ملف العدوان الإسرائيلي على غزة، والملف الآخر وهو ملف هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر. أكد أن لابد من حماية المدنيين الفلسطينيين، ولابد من بذل كل مجهود ممكن لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين من العمليات القتالية الإسرائيلية، مطالبا إسرائيل بالتخفيف من عملياتها القتالية ودخول المرحلة الجديدة من القتال. أيضا أكد على أهمية دخول مزيد من المساعدات للمدنيين الفلسطينيين خاصة في شمال غزة، والذين بالكاد تصلهم القليل جدا من المساعدات وليس لديهم وصول جيد لهذه المساعدات، وطالب جميع الأطراف المعنية بتسهيل وزيادة دخول المساعدات إليهم. أيضا مسألة التأكد من ضرورة عدم اتساع رقعة الصراع خارج قطاع غزة، وهذا يقودنا إلى الملف الآخر المهم، والذي أعتقد أن هذا الملف ستخرج منه الكثير من الأوراق خلال الجزء الخليجي في هذه الجولة، سواء في قطر أو السعودية أو الإمارات، وهي مسألة هجمات الحوثيين في منطقة البحر الأحمر. فالولايات المتحدة تنشد مساعدة وتعاون أكبر من دول المنطقة لصد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر من خلال مبادرة حامي الازدهار أو حارس الازدهار التي أطلقتها الولايات المتحدة، وترغب في تجميع أكبر دعم دولي وإقليمي ممكن لهذه المبادرة حتى تستطيع صد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر. وستكون أعتقد أو جزء مهم في هذه الجولة لبلينكين في المنطقة هو إقناع دول المنطقة بمشاركة الولايات المتحدة في هذه المبادرة، فضلا طبعا عن الأوراق الأخرى في الملف الآخر المهم، وهو ملف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. شكرا لك رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن على هذه الرسالة. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بسماع دوي انفجارات في القاعدة الأمريكية بمدينة الشدادي جنوب شرقي الحسكة في سوريا قرب الحدود مع العراق، وكانت قد أعلنت فصائل عراقية استهداف قاعدة قصرك التي تضم قوات أمريكية في ريف الحسكة بسوريا بالمسيرات. وأعلنت مصادر محلية في شرقي سوريا أن الدفاعات الجوية التابعة للتحالف الدولي تصدت للهجوم بالمسيرات في ريف الحسكة. من بغداد هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية، وكذلك ينضم إلينا من دمشق خليل هملو مراسل القاهرة الإخبارية للوقوف على آخر المستجدات لما يجري هناك. نبدأ من هبة التميمي. هبة، لو تضعينا في تصريحات الفصائل العراقية الأخيرة التي استهدفت تلك القواعد، كيف صرحت بذلك على الرغم من استمرار استهداف تلك الفصائل من قبل قوات التحالف والطيران الأمريكي للفترة الماضية؟ نعم يا رعد، بالبداية تحية طيبة. مسرح عملياتي غني بالأهداف من قبل الفصائل المسلحة العراقية. كان هنالك استهداف على قاعدة قصرك بريف حسكة بطيران مسير، وكذلك أيضا على هدف عسكري في الجولان بالأسلحة المباشرة، وكان أيضا في داخل الأراضي العراقية استهداف قاعدة حين أسد غرب الأنبار، وكان آخرها وهو الأبرز من نوعه كان على قاعدة أو على هدف أيضا حيوي في حيفا، حيث أيضا تتبنى الفصائل المسلحة العراقية وقالت إن هذا الاستهداف هو عن متحدثها باسم الفصائل المسلحة في العراق، قال إن الهدف من القصف على قاعدة أو على الهدف حيوي في الأراضي الإسرائيلية هو رسالة وضوح لأن الفصائل المسلحة لها القدرة على على
على انتقاء هذه الأهداف الاستراتيجية، والرسالة أيضا هو إرباك المخطط الأمريكي وتشتت من الجهود الإسرائيلية في غزة، وهي أيضا تستطيع أن تخوض هذه الحرب لأمد طويلة ولديها القدرة الكافية لاستهداف من استهداف القواعد الأمريكية والإسرائيلية. فبذلك كانت أيضا هناك تسليط الضوء حتى على الوسائل الإعلام العراقية بخصوص هذا الاستهداف على يعني الأراضي من قبل الفصائل المسلحة على حيفا بصاروخ يعني طويل أو المدى البعيد من صاروخ كروز المطور من الأراضي، استهدف ونفذ هذا الصاروخ من الأراضي العراقية وصولا إلى إسرائيل. فبذلك كثرة الاستهدافات على القواعد الأمريكية والإسرائيلية تسبب هنا في اتساع هذه الرقعة وتسبب حرج من الحكومة العراقية، على الرغم أن الحكومة العراقية كانت قد صرحت بإنهاء وجود التحالف الدولي وهي تدرس مع اللجنة الثنائية بين العراق وواشنطن يعني انسحاب القوات والتحالف الدولي من العراق. فبذلك حتى هنالك عندما استهدفت بعض من القواعد الموجودة في سوريا يعني كانت مركبة آتية من الأراضي العراقية إلى الأراضي التركية استهدف بالطيران المسير، يرجح أنها تابعة للقوات الأمريكية، بطائرة مسيرة على هذه المركبة التي كانت محملة بالذخائر والأسلحة الثقيلة. نعم. فبذلك تم في غضون ذلك وفي غضم ذلك وفي على نفس السياق تم أيضا استهداف بعض من القواعد. هبة ابقي معي ابقي معي هبة، يعني وتفاصيل كثيرة ربما لديك حول هذا الموضوع، ولكن دعيني أنتقل إلى خليل هملو مراسلنا في دمشق. خليل أهلا بك معنا في هذه الجولة. إذن خليل، لو تحدثنا حول التصريحات الحكومية، تصريحات الجانب السوري حول الاستهداف الأخير للقواعد في الحسكة، ما هي التصريحات لديك وكيف كانت أيضا تصريحات التحالف حول هذا الموضوع؟ خليل تسمعني الآن؟ نعم، يعني يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مراسلنا خليل هملو مراسل القاهرة الإخبارية في دمشق. نعم، فقدنا الاتصال مع خليل. شكرا لك خليل على كل حال. عودة مرة أخرى إلى هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية عفوا من بغداد. هبة، يعني هذا الوضع الذي تحدثت عنه الآن، فصائل تقوم بعمليات استهداف إن كان في سوريا، قلت إن آخر تصريحات للفصائل بأنها تستهدف أو استهدفت حيفا بصواريخ طويلة المدى، والحرج الذي يعني تعبر عنه أو يعبر عنه المراقبون للحكومة العراقية باستمرار هذا الاستهداف، ما هي آخر التصريحات الحكومية حول استمرار عمليات الاستهداف مع المطالب التي كانت لدى البرلمان ربما وبعض البرلمانيين بإعادة فكرة يعني الطلب من قوات التحالف بمغادرة العراق؟ صحيح يا رعد، هنالك مطالب شعبية، بعض من المطالب، بعض منهم يؤيد إنهاء التحالف الدولي والبعض الآخر هو يناور لهذا الإنهاء بسبب ما يحصل على الاستهدافات المتكررة على المقار يعني التابع للفصائل المسلحة بحشد الشعبي، وآخرها كان في شارع فلسطين مما أدى إلى استشهاد 3 شهداء كانوا 2 من القيادة بارزين في الفصائل المسلحة. وتم هنالك أيضا يوم أمس يعني
هنالك كان موجود كثير من القادة في مجلس عزاء لهذا الاستشهاد الأخير على القياديين البارزين هم أبو تقوى السعيدي، مما أدى إلى إزعاج من الفصائل المسلحة على هذا الاستهداف المتكرر. ويؤكدون بعض الخبراء العسكريين أن هذا القصف هنالك تطور في القصف من المقاومة العراقية بخصوص يعني هذا الصاروخ يعني كروز المطور طويل المدى من الأراضي العراقية للأراضي الإسرائيلية. نعم هبة، ومدى استطاعت هبة أعتذر منك فقط لضيق الوقت، يعني وهذه تفاصيل كثيرة. يعني كنت أتمنى أسمع منك أكثر، ولكن الوقت يدهمني على كل حال. شكرا لك هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد، وافر الشكر لك على هذه التفاصيل مما حول ما يجري هنالك في العراق. خليل هملعاد معي من دمشق. خليل أهلا بك مرة أخرى. إذن الفصائل العراقية تتبنى قصف قاعدة أمريكية بمدينة الشدادي قرب الحدود السورية العراقية، وهنالك سماع لدور انفجارات في هذه المنطقة. ما هي التصريحات الأخيرة لديك من قبل الحكومة السورية أو من قبل التحالف هناك، وهل هنالك من حديث حول إمكانية الرد؟ رعد، بالنسبة لموضوع استهداف القواعد الأمريكية، الأمر أصبح شبه يومي، واستهداف أكثر من قاعدة في اليوم الواحد. هذا اليوم تم استهداف 3 قواعد أمريكية، وهي من أكبر القواعد، وأتحدث هنا عن قاعدة حقل العمر وعن قاعدة الشدادي. واللافت اليوم أيضا هو استهداف لأول مرة تقريبا منذ أسبوعين، استهداف قاعدة رميلان، وهي من أكبر القواعد للقوات الأمريكية موجودة في المنطقة. لكن في العموم هذه الاستهدافات أصبحت كما ذكرت هي يومية واعتيادية، وإن كانت هذه الاستهدافات عبر طائرات مسيرة أو حتى عن طريق القصف الصاروخي. بالنسبة للحكومة السورية لم يصدر منها أي تصريح عن هذا الموضوع، فقط مصادر لنا في محافظتي الحسكة ودير الزور هي التي تنقل ما يجري هناك، سماع دوي انفجارات في تلك القواعد. قبل أيام أرسلت قوات التحالف قوافل مساعدات لوجستية، وأيضا تحمل معدات عسكرية وأسلحة، وأيضا مواد لوجستية من أغذية وما تحتاجه تلك القواعد. نعم. لكن بالعموم هذه القواعد رعد التي أصبحت تستهدف كما ذكرت بشكل يومي، ومنذ تقريبا تصاعد هذه العمليات. نعم. وعملية طوفان الأقصى، بعد أن أصبح هناك الاستهداف هو من منطقتين، الأولى من مناطق الحدود السورية العراقية والفصائل العراقية المقاومة العراقية في الطرف الآخر. نعم. من الحدود، وأيضا بالنسبة للقوات الحكومية والقوات الرديفة والصديقة لها التي هي تقريبا في الطرف الثاني. إذن استهداف متكرر، وبالتالي ربما كما أفهم منك الموضوع أصبح شبه يومي، وبالتالي هو حدث طبيعي أصبح في تلك المناطق. على كل حال خليل هملو، أعتذر منك فقط لأن الوقت داهمني. خليل هملو مراسل القاهرة الإخبارية كنت معي من دمشق، شكرا لك حول هذه التفاصيل. عودة مرة أخرى إلى لبنان، حيث أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بمقتل مسؤول عسكري بارز في حزب الله بقصف إسرائيلي استهدفه في منطقة جنوب لبنان. وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن مسيرة إسرائيلية استهدفت السيارة التي كانت تقل المسؤول العسكري في منطقة بنت جبيل جنوبية لبنان. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق اليوم إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطرة بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان نحو مزارع شبعة المحتلة. وهذه الصور ربما هي الصور الأولية للسيارة المستهدفة اليوم، والتي راح ضحيتها أحد القادة البارزين في حزب الله. وربما لدينا تفاصيل أخرى من مراسلنا أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت حول هذه العملية. نعم أحمد، هل لديك من جديد حولها؟ نعم، تحياتي لك مجددا. بالفعل نعم، حزب الله اللبناني أحد أبرز مسؤوليه العسكريين في الجنوب اللبناني والمعروف باسم وسام الطويل، وذلك بعد استهداف سيارته كما ذكرنا بصاروخ من مسيرة إسرائيلية أثناء سيره في منطقة مسقط رأسي في بلدة خربة سلم بمنطقة بنت جبيل، وهذه المنطقة هي في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني. والمعلومات التي توفرت لنا حتى الآن أن المسؤول على العسكري الإسرائيلي كان مسؤول بشكل أساسي أو كان له دور بارز في إدارة العمليات التي تنفذ من الجنوب باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية على مدار المسؤول العسكري اللبناني تقصد؟
نعم هو مسؤول عن العمليات التي تنفذ من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف عسكرية. هنالك أخبار على أنه من فيلق الرضوان، ما هي صحة الأنباء؟ بالتأكيد هي قوة النخبة في حزب الله وهي المسؤولة عن تنفيذ العمليات من الجنوب اللبناني على مدار الأسابيع الماضية، وخصوصا العمليات النوعية التي تكون فيها العمليات موجهة بمنتهى الدقة تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية على طول الحدود، مثلما حدث في عملية نفذت قبل قليل من منطقة أو القطاع الشرقي للحدود الجنوبية اللبنانية باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية في منطقة مزارع شبعة. ووفقا للمعلومات الأولية أيضا أن هذه العملية أحدثت أو وقعت عدد من الإصابات بين جنود الاحتلال الإسرائيلي. كانت هناك أيضا العديد من العمليات التي نفذت على مدار الأيام الماضية، ربما أبرزها عملية توجيه 62 صاروخا باتجاه منشأة عسكرية إسرائيلية خارج قواعد الاشتباك أو في عمق أكبر في الشمال الإسرائيلي. وهذه المنشأة العسكرية كانت مسؤولة عن المراقبة الجوية، وربما حزب الله أعلن أن هذه العملية كانت ردا على هل تكشف اسم الذي استهدف، القائد الذي استهدف اليوم؟ عفوا، هل تم الكشف عن اسم القائد الذي استهدف؟ نعم، هو القائد وسام الطويل المعروف باسم جواد، وهو من أبرز القادة العسكريين لحزب الله في الجنوب اللبناني. طيب يعني ربما يتساءل سائل، في ظل هذه المنطقة التي يسيطر عليها حزب الله، كيف استطاعت مسيرة أن تعرف مكان هذا القائد وتستهدفه بهذه الطريقة؟ بالتأكيد هناك عمليات استخباراتية يجريها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وهناك كانت أيضا مناشدة من قبل حزب الله لعدد أو لسكان الجنوب اللبناني بتوقيف أجهزة الكاميرات وأجهزة الرصد والمتصلة بالإنترنت، مؤكدا أن هذه الأجهزة وهذه الشبكات ربما يمكن اختراقها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي من أجل التوصل إلى معلومات أو جمع معلومات. فهناك العديد من الوسائل التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي من أجل جمع معلومات في الجنوب اللبناني، وبالتالي هو ينفذ بعض الغارات بناء على هذه المعطيات. ولكن في الأخير هناك عمليات تتم بمنتهى الدقة في الجنوب اللبناني، مثلما أيضا يقوم حزب الله بتوجيه عمليات بمنتهى الدقة في طول الحدود اللبنانية الجنوبية سواء من القطاع الأوسط. ما تأثير هذا الاغتيال ربما على حزب الله؟ أحمد بصفته القيادية الاعتبارية، أبو وسام كما أسميته الجواد، ما تأثير ذلك؟ وهل هنالك من تصريحات صدرت من حزب الله بخصوص هذا الاغتيال وما يمكن أن يقوم به حزب الله كردة فعل؟ لم يصدر حتى الآن أي بيان من حزب الله فيما يتعلق برد الفعل، ولكن في مثل هذه الأمور هي ليست المرة الأولى التي يتم استهداف مسؤول عسكري لحزب الله في الجنوب اللبناني منذ بداية التوترات في 8 من شهر أكتوبر الماضي. ولكن عادة في مثل هذه الأمور يكون هناك ردات فعل لحزب الله من خلال تنفيذ عدد أكبر من العمليات على طول الحدود، أو تنفيذ عملية موجهة باستخدام صواريخ بركان أو باستخدام مسيرات من خلال المسيرات التي يطلقها حزب الله وتستهدف منشآت إسرائيلية على الحدود. فبالتالي سيكون هناك رد فعل، ولكن حزب الله لم يحدد حتى الآن رد الفعل وكيف يمكن أو أين ومتى سيكون رد الفعل. المنطقة التي تم استهداف فيها هذا القيادي، هل هي خالية من السكان أم يعني ما زال فيها اللبنانيين في هذه المنطقة؟ منطقة بنت جبيل هي من المنطقة التي أو الأقل خروجا لي أو الأقل تقديما للنازحين. هناك عدد كبير من المواطنين لا يزالون موجودين في منطقة بنت جبيل، ولكن هذه المنطقة تحديدا تم استهدافه وهو يسير بسيارته على طريق في منطقة مسقط رأسه. فبالتالي هي لم تستهدف منازل، لم تستهدف أيضا منشآت، ولكن نعم أحمد بالتأكيد هنالك الكثير من التفاصيل ربما تتكشف في الساعات المقبلة. شكرا لك أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت. في السودان، أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن الجيش قصف بالمدفعية مواقع ميليشيا دعم السريع بمزارع الحلفية وشنبات بمدينة بحري بالخرطوم. وذكر مراسلنا أن الميليشيا قصفت سلاح المدرعات جنوب العاصمة. يأتي هذا فيما تشن ميليشيا الدعم السريع حملة اعتقالات واسعة ضد المدنيين ونهب ممتلكاتهم.
تفاصيل الواقع في الخرطوم والمواجهات المستمرة مع عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية من هنالك. عثمان أهلا بك، إذن ما هي التفاصيل لديك في آخر تطورات على الساحة؟ رعد، أمدرمان كالمعتاد، أمدرمان هي مدينة الحرب الأولى منذ أبريل في العام الماضي. اعتدنا على القصف المتبادل ما بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع. في ساعات الفجر الأولى حلقت طائرة بقاعدة وادي سيدنا العسكرية نحو هدفها بمناطق جنوب غرب أمدرمان وأيضا بمناطق وسط الخرطوم بحري. ومنذ ساعات الصباح الأولى قصفت ميليشيا الدعم السريع قصف مكثف قاعدة وادي سيدنا العسكرية وردد عليه من فعالية الجيش السوداني، حيث استهدفت مناطق هذا القصف بمناطق الحلفاية، مزارع الحلفاية تحديدا ومنطقة أيضا مزارع شنبات الغريبة جدا من جهة الحلفاية الذي يربط بين مدينة أمدرمان ومدينة خرطوم بحري. أيضا أرض أمدرمان قديمة ومناطق الفتحاب ومنطقة المهندسين مشتعلة بالمعارك البرية ما بين الجيش وميليشيا الدعم السريع. منطقة العسكري أفاد مساء أمس كبد الجيش السوداني ميليشيا الدعم السريع عدد كبير من القتلى بمنطقة الصالحة جنوب غرب أمدرمان وكذلك بمحطة أبوجة بمنطقة الفتحاب. هذه المنطقة الآن تشهد معارك برية، أي معارك المشاة استخدمت فيها الدبابات والقصف المدفعي من المناطق البعيدة، خاصة مناطق الثولات حيث هنالك قاعدة للجيش السوداني يقصف منها مناطق غرب وجنوب غرب أمدرمان. وأيضا منطقة شمال أمدرمان شهدت كما قلت لك قصف استهدف منطقة وادي سيدنا العسكري وكذلك استهدف بعض الأحياء السكنية. ميليشيا الدعم السريع استعرض أن تقصف الأهداف المدنية، أي المساكن المدنية بمناطق شمال أمدرمان مما أدى عدد كبير من الضحايا وعطل كبير عدد من الخدمات. خدمات الكهرباء أسفلت صباح اليوم عندما سقط. يبدو أن التطور الأهم عثمان في هذا اليوم هو المعارك المستمرة والمتواصلة بالدبابات كما تفضلت، والمواجهات المسلحة أصبحت ليست قصفا وقصفا مقابل. تطورات ربما أكثر ستكون معك، أعتذر منك فقط لضيق الوقت عثمان في الساعات المقبلة. شكرا جزيلا لك عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية من أمدرمان، نتمنى من الله السلامة لك. أعلن الجيش الأوكراني مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في هجوم شنه الجيش الروسي على مدينة خاركوفا، وأضاف أن روسيا شنت ما لا يقل عن 4 ضربات على خاركوف. وأكد الجيش الأوكراني أن القوات الدفاعية أسقطت 8 طائرات روسية دون طيار أرسلت من منطقة البحر الأسود إلى منطقتي أوديسا وميكولايف. التطورات في أوكرانيا والعمليات العسكرية والحرب هناك مع مناف غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية من أوديسا. غيث أهلا بك، نعتذر لضيق الوقت بعجالة لو تضعنا في صورة التفاصيل الميدانية. نعم رعد، 59 هدفا جويا أسقطت منه الدفاعات الأوكرانية، 18 صاروخا و8 طائرات من نوع شاهد 131 و136. أغلب تلك الهجمات أطالت مدينة كليمينسكي غربي الأراضي الأوكرانية، وحيث عانت أيضا مدينة خاركيف وديبروبتروسك للهجمات الروسية كونها أيضا قصفت بمجموعة من المدفعية قليلة قصيرة المدى ومتوسطة المدى. هذه إجماليات الأحداث التي تحدثت بالإشارة العسكرية للأراضي الأوكرانية، حيث أيضا ما وصفت بأن هناك 30 جريحا ومقتل 2 على الأقل في منطقة كليفيري وهي في مقاطعة ديبروبتروسك. نعم غيث مناف، كنت أتمنى أسمع منك تفاصيل أكثر لكن الوقت يداهمني. شكرا جزيلا لك غيث، ونتمنى من الله السلامة لك في أوديسا. قال حاكم بلغرود الروسية أنه تم إجلاء حوالي 300 من سكان المدينة القريبة من الحدود الأوكرانية بسبب ضربات شنتها كييف، وأضاف أن السكان الذين تم إجلاؤهم يقيمون حاليا في مراكز إيواء مؤقتة بعيدة عن الحدود. وأشار حاكم المنطقة إلى أنه تلقى 1000 طلبات لإرسال أطفال بلغرود إلى معسكرات مدرسية في مناطق أخرى بعيدة عن المدينة، وتعد عملية الإخلاء من بلغرود هي الأكبر من نوعها في مدينة روسيا منذ بدء العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
أكبر عملية إجلاء روسية على الحدود الأوكرانية، يضعنا في تفاصيلها حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية. حسين أهلا بك، الوقت داهمني بعجالة، ما هذه التفاصيل حول هذه العملية، وهل ذلك يدلل بأن هنالك تقدم للقوات الروسية الأوكرانية؟ نعم رعد، تتلقى مدينة بلغراد الهجمات الأوكرانية بشكل أكبر من أي مدينة روسية أخرى، وذلك بسبب موقعها الجغرافي، حيث أن مدينة بلغراد تحد الأراضي الأوكرانية. عملية الإجلاء التي تقوم بها السلطات المحلية للمقاطعة أو للمدينة تتم بشكل كامل وأيضا بتنظيم كامل حسب ما تؤكد السلطات المحلية لبلغراد. يتم إجلاء أكثر من 300 مدني من المباني والمنازل المتاخمة للأراضي الأوكرانية إلى وسط المدينة، وأيضا في بعض معظم الأوقات يتم إجلاءهم إلى خارج المدينة، أي إلى مدن روسية أخرى. المقاطعات والأقاليم الروسية على مختلف مساحتها أو مختلف موقعها الجغرافي تقدم التسهيلات وتقدم العروض أيضا لسلطات بلغراد، وأيضا تقوم بفتح مزيد من المراكز لإيواء المدنيين الذين يتم إجلاءهم من بلغراد. بالنسبة للتطور العسكري أو أي من المستوى العسكري الذي أدى إلى هذه العملية، عملية الإجلاء، لا يعني هذا الأمر من قبل الخبراء بأن القوات الأوكرانية تقدمت وذلك أدى إلى الإجلاء، إنما القوات الأوكرانية تقوم باستخدام قذائف وصواريخ وإطلاقها نحو المدنيين، لذلك نعم. الجانب الروسي يقوم بعملية الإجلاء. يجب على الجانب الروسي حسب الخبراء بإبعاد القوات الأوكرانية عن الحدود الروسية، وذلك لإبعاد الخطر عن المدنيين الروس. نعم حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، شكرا على هذه التفاصيل واعتذر لضيق الوقت، شكرا لك حسين. إذن مشاهدينا انتهت هذه الجولة مع مجموعة من مراسلين الذين كانوا معنا في هذه الجولة، أشكر مراسلين حول العالم الذين كانوا معنا اليوم، والشكر موصول لكم مشاهدينا، حتى نلقاكم تحياتي وتحيات الكادر المتألق خلف الأضواء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.